عليم يا رحيم يا تواب يا عفو يا غفور يا شكور يا حليم يا صبور يا خافض يا رافع يا قابض يا باسط يا معطي يا مانع يا معز يا مذل يا الله يا الله يا الله يا الله. اللهم إنا عبدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن ترحمنا ووالدينا. اللهم ارحمنا. اللهم إن أجسادنا ضعيفة لا تقوى على نارك. اللهم إن قلوبنا ضعيفة لا تقوى على سخطك. اللهم إنا نعوذ بك منك لا نحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم إنا نسألك بأن الرحمة فيك موجودة وأن المغفرة منك معهودة. نسألك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام أن تغفر لكل من حضر هذه الصلاة ولوالديه وأن تعتق رقبته من النار ووالديه وأن تغفر له ذنبه ولوالديه. أعتق رقابنا يا كريم يا ملك الملوك يا رب الأرباب. أعتق رقابنا أعتق رقابنا يا الله أعتق رقابنا يا الله أعتق رقابنا يا الله يا الله يا رب يا غوثنا يا سندنا يا ركننا يا ملنا يا كهفنا يا كهفنا يا عدتنا يا حصننا يا ركننا يا رب. إن لم يقف ببابك إلا المطيعون فأين يذهب العصاة من أمثالنا يا رب العالمين. بباب من نقف إن طردتنا ومن الذي يعطينا إن حرمتنا. يا كريم خلقتنا ضعفاء فعبدناك عبادة الضعفاء فاغفر لنا يا رب يا رب. ها نحن اجتمعنا في هذا المكان رجالنا ونساؤنا وكبارنا وصغارنا ومددنا أيدينا إليك وجهنا وجوهنا نحوك يا رب يا رب. نشكو إليك حالنا وضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس. يا رب يا رب يا رب يا رب يا عفو يا كريم اعف عنا اعف عنا اعف عنا. اللهم يا واسع الكرم يا واسع العطاء يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام ويا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام. هذه آخر جمعة من رمضان يا كريم. اللهم اجعلها وقفة فرج يا كريم. اللهم لن نبرح على بابك عاكفين حتى ترضى عنا وتفرج علينا. فرج علينا فرج علينا يا رب لمن تتركنا.
اللهم يا حي يا قيوم، اغفر لنا بأضعفنا، اللهم اقبلنا بأشعثنا وأغبرنا، يا رب اقبلنا بأخلص واحد بيننا، فإن لم يكن بيننا مخلص لك فهبنا لجودك ورحمتك يا حي يا قيوم، هبنا لجودك يا كريم، عودتنا اللطف يا عظيم، عودتنا اللطف بهذا البلد يا عظيم يا عظيم. اللهم يا غياث المستغيثين، ارحم غربتنا يا كريم، آنس وحشتنا يا مؤوي الغرباء يا رب، آنس وحشتنا يا رب. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، نعوذ بك من طول الحسرات يوم القيامة، نعوذ بك من طول الحسرات يوم القيامة. اللهم ألهمنا دعاء يرضيك عنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لمن حضر هذا الموقف ولوالديه، اللهم اغفر ذنبه، اللهم اكشف كربه، اللهم نفس ضيقه، اللهم آته رزقه من حيث لا يحتسب، اللهم بارك له في رزقه. اللهم من كان يريد زوجا فزوجه، ومن كان يريد ولدا فارزقه، ومن كان به مرض فاشفه، ومن كان له مريض فعافه، ومن كان له غائب فرده، ومن كان له طفل فربه، يا أرحم الراحمين يا كريم يا كريم. نحن نقف ببابك يا كريم يا كريم يا كريم، افتح افتح يا فتاح، افتح يا فتاح، افتح يا فتاح، افتح يا فتاح يا فتاح يا رب. ملوك الدنيا أوصدوا أبوابه في وجوهنا، حاشاك أن توصد بابك في وجوهنا. إن لم نكن أهلا لأن تسعنا رحمتك، فإن رحمتك أهل لأن تسعنا يا كريم. يا رب يا رب يا رب، اجمع شملنا يا رب، وحد كلمتنا يا رب، عجل فرجنا يا رب، عجل فرجنا يا رب، عجل فرجنا يا رب، عجل فرجنا. نقسم عليك يا كريم، نقسم عليك يا عظيم، نقسم عليك يا توام، نقسم عليك يا جبار، نقسم عليك يا منتقم. يا الله يا الله، عجل فرجنا، عجل فرجنا، عجل فرجنا يا كريم. اللهم إن بنا من الضعف ما لا نقوى على مثله، وبنا من الجهد ما لا نحتمل مثله، وبنا من المسكنة ما لا نظهرها إلا لك يا كريم يا كريم. لا تجعل ذنوبنا حائلة بيننا وبين فرجك ونصرك يا قريب يا قريب. خيرك إلينا نازل، وشرنا إليك صاعد يا حبيب. تتحبب إلينا بالنعم، ونحن على الدوام نتبغض إليك بالمعاصي يا رب. ورب ورب ورب، ما أتيناك بكثير طاعة ولا بقليل معصية، لكن أتيناك نحمل أوزارنا يا حي يا قيوم. اللهم أعطنا من يدك السحاء يا كريم، يدك سحاء الليل والنهار لا يغيضها نفقة يا كريم. اللهم هذه أيدينا بين يديك، فاملأها من خيرك يا كريم، املأ كفنا يا رب يا رب، املأ كفنا يا رب، املأ كفنا من فضلك يا رب يا رب، املأ كفنا من فضلك، لا تحوجنا إلى أحد، وأغننا عن كل أحد يا واحد يا أحد، يا فرد يا صمد
يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ننشدك فرجك يا قريب يا قريب. اللهم فرج عن اليمنيين ما هم فيه يا حي يا قيوم، اللهم فرج عنا يا قريب يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعالا لما تريد. اللهم طال بقاؤنا في هذه الساحات يا كريم، اللهم ليس لها من دونك كاشفة، اللهم اكشفها اللهم اكشفها اللهم اكشفها يا كريم يا عظيم يا عظيم الصفح يا حسن التجاوز يا حليما ذا أناه. يا ربنا ويا رب كل شيء خلقته ورزقته يا كريم، أعطنا من فضلك يا رحيم. اللهم إن كرماء الدنيا لو سئلوا أعطوا، فكيف بك يا رحمن ويا رحيم، يا أكرم الأكرمين يا أجود المسؤولين. أعط كل واحد من الحاضرين مسألته يا حي يا قيوم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن له حق علينا ولمن علمنا ومن ربانا ومشايخنا في الدين ومن له فضل علينا. اللهم يا حي يا قيوم ارحم شهداءنا وداوي جرحانا واشف مرضانا وعاف مبتلانا، وإلى غيرك لا تكلنا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا ننزل حاجتنا بك وأنت أكرم منزول به يا كريم. اللهم اقضها يا الله، اللهم اقضها يا الله، اللهم يا الله يا الله يا الله. قل يا الله انصرفوا يا عبادي قد قضيت حاجتكم. اللهم قل انصرفوا قد قضيت حاجتكم، لا تعجز عن ذلك أنت يا كريم. اللهم قل انصرفوا قد غفرت ذنوبكم ورفعت درجاتكم وأمنت روعاتكم، وما ذلك عليك بعزيز. اللهم انصر الإسلام وأهله واخذل الباطل وحزبه. اللهم كن مع المسلمين أينما كانوا وحيثما حلوا. اللهم كن مع إخواننا في فلسطين، وكن مع إخواننا في العراق، وكن مع إخواننا في الصومال، وكن مع إخواننا في ليبيا، وكن مع إخواننا في سوريا، وكن مع إخواننا أينما كانوا وحيثما حلوا يا أرحم الراحمين. اجعل كلمتك هي العليا إلى يوم الدين، اجعل كلمتك هي العليا إلى يوم الدين، اجعل كلمتك هي العليا إلى يوم الدين يا أرحم الراحمين. اللهم لا تجعل لطاغية علينا يدا يا رب العالمين، اللهم لا تجعل لظالم علينا سلطانا يا أرحم الراحمين. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، رمينا بسهم الرجاء وعليك الإصابة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين. اللهم وإنا لنا إليك حاجة أن تبلغ صلاتنا وسلامنا نبيك محمد. اللهم قل له إن عبيدا من عبي من عبادي من أمتك يقرؤونك السلام. اللهم صل وسلم عليه. اللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته. اللهم إنا نشهدك بأنه بلغ الرسالة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها. اللهم آته الوسيلة يا كريم، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. واسقنا من يده الكريمة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. وصل اللهم وسلم على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر، الله.